بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة إن شاء الله أول حلقة من سلسلة حلقات الأحاديث القدسية الصحيحة بإذن الله. هنكلمكم النهاردة عن حديث يخطف القلب، بجد حديث يخليك تتفكر قد إيه ربنا عظيم، قد إيه ربنا بيحبنا. الحديث ده فيما معناه، انا اقول لك طبعا نص الحديث في اخر الحلقه باذن الله. الحديث ده فيما معناه ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان ربنا يوم القيامه هيختار واحد من ام سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ويجيبه ويعرض عليه اعماله. اعماله دي مكتوبه في 99 سجل، فربنا يساله يقول له دي سجلاتك؟ يقول له اه يا رب. الكتبه الحافظين الملائكه اللي بيكتبوا السجلات ظلموك في حاجه؟ يقول له لا يا رب. طب كان ليك عذر؟ لا يا رب. فربنا يقول له بس انت ليك حسنة عندنا، ويروح ربنا يجيب بطاقة كده مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالراجل يقف يقول له يا رب سجلات 99 سجل على مد البصر، الواحد فيهم على مد البصر كلهم ذنوب ومعاصي وحاجات كده ما ينفعش، اخوانا من نوقش فقد عذب. النقاش يوم القيامة في اللي انت عملته نفسه، والناس تقف تبقى سامعة انت عملت ايه، انت رحت فين، انت جيت منين، انت ظلمت مين، انت اتكلمت على مين. ده عذاب في حد ذاته ان انت تقف تتناقش في اللي انت عملته وانت معترف بيه، ده عذاب. فالراجل واقف يقول يا رب انا معترف ال 99 سجل دول انا عملتهم، انا يعني دول ذنوبي انا وانا مقر بيهم. فربنا يقول له بس انت ليك عندنا حسنة، انت عملت حسنة واحدة وليك عندنا. فيؤتى ببطاقة، بطاقة يعني ورقة كده زي التيكت اللي احنا بنشوف اليومين دول مكتوب على الهدوم، مكتوب فيها البطاقة دي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالراجل يقف مستغرب يقول يعني يا رب هتعمل ايه البطاقة دي قصاد 99 سجل؟ فربنا يقول له هات سجلاتك تعالى نوزنهم، نوزن الحسنات. الحسنات بتتوزن قصاد السيئات، شوف ده قد ايه. واللي ربنا بيشرح لنا المشهد ده في سورة القارعة والفرق بين الموازين اللي تثقل موازينه واللي تخف موازينه. فالحديث ده بيأكد الصورة دي بالظبط. فيقول له يا رب يعني هتعمل ايه؟ الراجل واقف بيستغرب يا رب يعني البطاقة دي قصاد 99 سجل، ورقة صغيرة قصاد 99 سجل شبه الجبال. فربنا يقول له لا تظلم، مش هتتظلم، يعني هنوزن ومش هتتظلم. فربنا يحط البطاقة دي في كفة ويحط 99 سجل في كفة، فتطير 99 سجل لأن مفيش حاجة تتوزن مع قول لا إله إلا الله. نص الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، مش هتتظلم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول أحضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. أتمنى أن أكون عرفت أوصل لكم المعلومة. آخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.